راديو نيل. يا صباح الفل على كل الناس اللي فاتحه الراديو على 105.3 بتسمع نغم اف ام، منورين الدنيا كلها في طب وبس. والبرنامج ده بيكون دايما معاكم من الحد للخميس، من الاثنين للخميس، من الساعه 11 للساعه 12. ودايما بينورنا في استوديو نغم دكتور متخصص جدا في علمه ومتميز فيه، اكيد بيفيدنا في كل المعلومات وكل الاستشارات. تقدروا طبعا تكلمونا دايما على تليفوننا 3835316 والاس ام اسز على 105.3. النهارده منورنا في الاستوديو الاستاذ دكتور صلاح الدين ماجد، استشاري طب وجراحة العيون. صباح الفل يا دكتور. صباح الفل يا فندم، منورنا النهاردة. الله يكرمك يا فندم. يعني احنا خلينا الاول نبدأ كده على نتكلم على الحاجات اللي هي الشائعة جدا اللي بتعمل مشاكل العيون، وأولها الإحمرار. يعني اي حد يقول لك اصل عيني النهارده محمره شويه، يعني مش عارفة بيكرر ده ولا بيكررش، بس احمرار العين عامة ايه أسبابه؟ عشان نعرف احمرار العين، مفيش حد من البشر كلهم الا واتعرض في يوم من الايام ان عينه احمرت. ايه اللي بيحمر في العين؟ احمرار العين ده بيحصل ان الاوعيه الدمويه بتتسع مره واحده، اللي هي بتغذي حاجه اسمها الملتحمه بتاعه العين. الملتحمه بتاعه العين دي، عشان نبسطها للساده المستمعين، ان هي عباره عن الغشاء الرقيق اللي بيبطن الجفن من الداخل وبيغطي بياض العين من الخارج. إذا حصل له تمدد في الأوعية الدموية بتاعة الملتحمة دي، بيحصل إحمرار. بس طبعا مش كل إحمرار بيبقوا خطر، في علامات احنا بنسميها في كأطباء عيون علامات الخطر التي تستدعي ان احنا نستشير طبيب. تمام. يعني ممكن يكون الاحمرار ده حاجة عابرة وهتروح، انما في حاجات معينة لو حصل احمرار زي الحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي دي تستدعي ان احنا نستشير طبيب. اول حاجة، احمرار مصاحب بألم في العين، ده طبعا ما يتسكتش عليه، لازم نستشير طبيب. طب حتى لو كان وقت قصير يا دكتور، يعني ولا لازم يكون مستمر عشان اقلق واروح للدكتور؟ لازم يكون مستمر. احمرار زائد ألم في العين. احمرار مع وجود ضبابيه في الرؤيه، انخفاض في الرؤيه. احمرار مع وجود افرازات في العين. أوكي. احمرار مع وجود دموع غزيره في العين. معنى كده ان في جزء من الاجزاء الداخليه في العين في مشكله تستدعي ان احنا نستشير طبيب. طيب يعني كتير برضو مننا يا دكتور، يعني احنا عايزين نفرق ما بين ايه. انا بيقول لك ان عيني اتطرفت، انا دخل فيها حاجه، فتبدا العين تحمر وتحس كده ان فيها اكن حاجه بتخربش من جوه، والواحد يفضل يدعك في عينه كتير وعينه تدمع كتير ويحصل احمرار. ده اللي هو مجرد نغسل وشنا بميه ونغسل عينينا بميه وخلاص، ولا ده لازم نروح لدكتور؟ لا، المشكله في امراض العيون ان الاعراض بتاعتها متشابهه. يعني علامات المرض او المريض بيجي يشتكي من ايه، معظم امراض العيون بيبقوا فيها احمرار في العين، دموع، الم في العين، شكشكه في العين، افرازات في العين. الخمس حاجات دول مشتركه من امراض كتير في العين، ما حدش يقدر يشخصها الا الطبيب المختص اللي هو طبيب العيون. فما حدش يقدر يفتي، يعني لو حصل شكوى من دي متكرره او دامت فتره طويله لازم يروح للدكتور، لازم يستشير الطبيب. انما لو حاجه عارضه وعابره ما فيش مشاكل. طيب برضو خلينا نقول ان احنا كتير واحنا ماشيين في الشارع بنتعرض للتراب، وده بيخلي فيه احمرار عين بحاجات كتير جدا، برضو ممكن السجاير والدخان، يعني حاجات السبريهات، كل الكلام ده بيسبب احمرار للعين. كل ده ممكن نعتبره حساسية؟ يعني هل كل احمرار عين بيبقى حساسية، ولا ممكن نرجعه للمسببات دي والموضوع يبقى عادي؟ احنا عشان نقول اسباب احمرار العين، قلنا ان احمرار العين ده ممكن يكون بسبب الحساسية. الحساسية دي ممكن تكون حاجة بسيطة، او يكون حاجة الحساسية المزمنة اللي احنا بنسميها الرمد الربيعي. ممكن لا قدر الله يكون الاحمرار ده بسبب جفاف العين. وطبعا له اسباب كتير وعلاجات كتير. ممكن الاحمرار ده يكون بسبب الالتهابات الميكروبية للعين، وطبعا زي ما الناس كلها عارفة دلوقتي ان الميكروبات دي عبارة عن ثلاث أصناف. أول حاجة الإصابات البكتيرية اللي بتسبب حاجة اسمها الرمد الصديدي. تاني حاجة من الميكروبات اسمها الفيروسات اللي بتسبب الالتهاب الفيروسي للعين. تالت حاجة من الميكروبات الفطريات،
رابع حاجة ميكروب بيجمع بين صفات البكتيريا والفيروس اللي هو اسمه التراكوما، اللي هو مرض متوطن في المناطق الحارة اللي منها مصر، اسمه التراكوما. كل الميكروبات دي كل نوع منها بيبقوا له أعراض معينة بتظهر. فمثلا لو بدأنا بالرمض الصديدي بيظهر ازاي؟ المريض بيجي يشتكي من احمرار في العين، صحي الصبح من النوم لقى عين واحدة، مش العين الاثنين، لقى عين واحدة. ده الرمض؟ الرمض الصديدي. أوكي. الصديدي. اللي هو جاي ازاي؟ عن انتقال ان ميكروب من الميكروبات اللي هو البكتيريا، غالبا البكتيريا بتنتقل عن طريق اليد او عن طريق استخدام الفوط الغير معقمة، بتلمس الملتحمة بتاعت العين. بتيجي اكتر في الاطفال، تيجي الام تشتكي بتقول ده ابني صحي الصبح النهارده من النوم لقينا عين من العينين الاثنين فيها احمرار، افرازات، الافرازات دي غالبا بتكون لونها اصفر صفراء اللون، وحاسس بشكشكه في العين، والعين الرموش مشبكه في بعضها. ده غالبا اسمه الرمض الصديدي. علاج الرمض الصديدي ان احنا اول حاجه لازم نحمي الإنسان من نفسه، يعني هو ما أهم حاجة إن العدوى ما تنتقلش من العين المصابة للعين الأخرى. فهو ما يلمسي العين، ما يدعكش بإيده في عين دي والعين التانية، ما يلمسي العين المصابة وبعدين يلمس العين السليمة عشان ما نقلش لها المرض. تاني حاجة، حاجات بديهيات، إن احنا ما حدش ينفع يستخدم، وزاد في الصيف في فترات المصيف والصيف بتلاقي مثلا أسرة كلها معاها فوطة واحدة كله بيستخدمها، فطبعا ممكن ينتقل الميكروب من شخص إلى الآخر عن طريق هذه العادات الخاطئة. تالت حاجة، كل واحد يكون له وسادة لوحده، ما فيش حد ينفع ينام من يعني الوسادة بتاعة الأشخاص، ما تبقاش مشتركة بين الأشخاص. يغسل عينه بالماء الدافئ، بيستخدم القطرات التي تحتوي على المضادات الحيوية، ودي متوفرة طبعا موجودة في كل الصيدليات. بيستخدمها 4-5 أيام بتبقى العين زي الفل وتمام. إذا حصل ده للطفل بتاعي أو ابني، أنا ما ينفعش أنزله الحضانة، يعني ما عشان ما يعديش زمايله في الحضانة ويجي الحضانة كلها معدية بالرمض الصديدي. مرض معدي، المرض اللي هو الرمض الصديدي معدي. الرمض الصديدي معدي طبعا، معدي جدا. بتكون علاماته طبعا زي ما قلنا عشان نذكر تاني، احمرار في العين، طبعا حاجة بتحصل في كل أمراض العيون، احمرار، افرازات صفراء، افرازات لونها أصفر، الرموش بتبقى مشبكة ببعضها. ده كده هوت خلاص، روشتة بسيطة، علاج بمضاد حيوي 3-4 أيام. بيبقى قطرة ولا مرهم بقى؟ قطرة، ممكن مرهم، قطرة 5-6 مرات في اليوم 3-4 أيام، المريض بيستجيب استجابة كاملة وبيخف وملوش أي أثر تاني. طب إيه النوع التاني يا دكتور من الالتهاب؟ الالتهاب ممكن يكون الالتهاب بالميكروبات بواسطة الفيروسات. الفيروسات دي يعني واحنا في الفترة بتاعت الإيرا بتاع الكوفيد 19 طبعا اي مريض عندنا في العيادة دلوقتي عينه حمراء، بنشك فيه انه لا قدر الله يكون كوفيد او يكون كورونا. ليه بقى حضرتك؟ يعني في معلومة، ودي معلومة أكيدة ومعروفة، إن أصلاً أول ما اكتشف الكورونا في الصين كانت دكتور طبيب عيون هو اللي اكتشفها بسبب احمرار العين، إن هو لقى مجموعة من الأشخاص عندهم نوع من احمرار العين، دموع غزيرة بالعين مصاحب بالتهاب بالغدد أمام الأذن، فكانت ده نوع من انواع الفيروسات. نبه ساعتها السلطات الصينيه ان في نوع غريب من الميكروبات ظهر، من الفيروسات، من الفيروسات، الميكروبات، الفيروسات نوع من الميكروبات. السلطات الصينيه ايامها ما خدتش الموضوع على محمل الجد، لغايه ما الطبيب الصيني ده هو اول واحد مات من الكوفيد 19 في الصين. بعد كده ما عملوا ابحاث ودراسات، طبعا لان طبعا الكوفيد ده مرض مستجد، عملوا ابحاث ودراسات، لقوا ان بعض المرضى اللي هم تعافوا من مرض الكورونا وكانت المسحات بالحال نيجاتيف سلبيه، استمر وجود الفيروس في العين، في المسحات بتاعه الملتحمه بتاعه العين. بس مش كل الناس اللي جالهم يا دكتور كورونا كانت عينيهم وجعاهم او فيها التهاب او احمرار. لا، من العلامات الاكيده الاصابه بالكوفيد
وجود الفيروس في العين. لذلك طبعا وطبعا كلنا عارفين ان الطبيب العيون برضو من اكتر التخصصات التي اللي هي عرضه اكتر لانتقال فيروس الكورونا. لذلك في التوعيه طبعا اللي انا مبسوط منها جدا التوعيه بتاعه وزاره الصحه اللي انتوا كنتوا حضراتكم بتعرضوها برضو في الاعلام في الفتره اللي فاتت، كان اول حاجه المريض عشان تقي نفسك من الكورونا تجنب لمس اول حاجه العين والاذن والانف. ليه؟ عشان كده اول حاجه تجنب لمس العين، ثانيا الانف، ثالث حاجه البق بتاع المريض عشان الافرازات. طبيب العيون هو اكتر طبيب عرضه للاصابه بالكورونا، لان طبعا من طبيعه الكشف بتاعتنا على المريض بتاع العين ان احنا بيبقوا وشنا في وش المريض. التوعية طبعا دلوقتي طبعا نزلت لنا في من وزارة الصحة تعليمات مشددة، طبعا ممنوع دخول أي مريض غرفة الكشف إلا يعني يكون مرتدي الكمامة الطبية والكلام من ده. فطبعا الاحمرار العين ده في الفترة بتاعة الكورونا ممكن لا قدر الله يكون علامة من علامات الإصابة بالكورونا. طبعا مين اللي يعرف الكلام ده؟ طبيب العيون، طبيب المختص. مش معلش انا ما ينفعش ان انا عيني تبقى يعني فيها احمرار واستشير اي حد واجيب اي قطره واستخدمها. طيب ايه مشكله ان انا استخدم اي قطره؟ غالبا القطرات الموجوده في الصيدليات اللي بنوصفها من غير علم او ما نكونش عارفين، القطرات دي غالبا تحتوي على الكورتيزون. فغالبا انا لما احط انا القطره تحتوي على الكورتيزون هي بتودي الالتهاب. فانا بعد كده بيبقى الموضوع عندي بقى التهاب مزمن، فانا اجي اروح للطبيب بعد كده العلامات المرض بتبقى مش موجوده. علامات المرض بتبقى مش موجوده او بتقل. فممكن تستدعي ان الطبيب يوصف للمريض علاج خاطئ بسبب الايه؟ ان علامات إن الاعراض مش موجوده بشكل واضح. راحت. طيب خلينا نطلع الفاصل ده يا دكتور ونرجع تاني نكمل برضو اسباب احمرار العين وعلاجاتها اكيد المختلفه. خليكم معانا، احنا منورنا النهارده دكتور صلاح الدين ماجد استشاري طب وجراحات العيون. بعد الفاصل نرجع نكمل معاكم طب وبس، ولسه معاكم وئام وجدي، خليكم معانا. طب وبس على نغم اف ام، ولسه معاكم وئام وجدي ومنورنا في استوديو نغم الدكتور صلاح الدين ماجد استشاري طب وجراحات العيون. كلمنا دكتور قبل الفاصل عن الاسباب اللي ممكن تخلي العين يبقى فيها احمرار، كلمنا على الالتهاب الفيروسي والالتهاب البكتيري. يعني خلينا برضو نكمل بقيه الاسباب اللي بتخلي العين يبقى فيها احمرار. بعض الأسباب لو نكمل على الميكروبات، في ميكروب منتشر طبعا في المناطق الزراعية، بيكون اللي بيجي المريض بيشتكي إن هو مثلا في الأرض نبات أو ورقة من نبات طرفت عينه. ده غالبا كده انا شخصت الحاله من الكلمه اللي هو قالها ديت، ان مثلا عود من الارز مثلا او عود من الذره او اي حاجه هو في الارض بتاعته كمزارع دخل في عينه الورقه الشجر دي. ده غالبا بيكون حصل جرح في القرنيه بتاعه العين فسببت دموع غزيره احمرار في العين. للاسف الشديد بيكون النبات ده عليه نوع من انواع الميكروبات اسمه الفطر. طبعا اهالينا الطيبين بيقوم اول ما بيحصل ده بيروح لمين؟ بيروح للصيدلي. الصيدلي بيديله قطره فيها الكورتيزون. الكورتيزون طبعا بيودي الاحمرار بتاع العين، بس للاسف الشديد بيقلل المناعه بتاعه العين فيعمل ايه؟ الفطر بيزيد. ودي طبعا من اهم الحاجات الخطيره جدا اللي احنا بنحذر منها في البرامج الطبيه. حضرتك اذا اصبت في العين بواسطه نبات دي غالبا قرحه فطريه، غالبا لازم يستوجب ان انت حضرتك تستشير طبيب ضروري 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 عشان ما تحصلش مشاكل في العين كبيره. ياما مرضى لا قدر الله بهذا السيناريو السيء وحصل لهم عتمه في القرنيه، وممكن لا قدر الله القرنيه يعني يحصل ممكن النظر يفقد نهائيا بسبب هذه الممارسه الخاطئه. للدرجه دي. طيب في اسباب تانية يا دكتور؟
في طبعا اسباب تانية لما نيجي نتكلم على الحساسيه، الحساسيه ديت بتاعت العين ممكن تكون حساسيه بسيطه اللي ممكن الناس تتعرض ليها في فتره الصيف، العلامات بتاعتها احمرار بسيط في العين، دموع بسيطه في العين، ديت حضرتك بتستجيب للقطرات المضاده للهستامين والقطرات القابضه للاوعيه الدمويه، والمريض بننصحه ان هو بيغسل عينه بالماء البارد او الماء المثلج. الماء البارد ذات نفسه بيعمل على انقباض الاوعيه الدمويه فبيودي الاعراض بتاعه الحساسيه البسيطه. ممكن لا قدر الله بقى الحساسيه دي تبقى حساسيه مزمنه، حساسيه مزمنه مفرطه. حساسية مزمنة مفرطة في بعض الأشخاص اللي عندهم استعداد وراثي أو جيني للحساسية عند تعرضهم للأسباب اللي أنا هقول عليها دي، لأشعة الشمس، للغبار والأتربة، ودي بنسميها الرمض الربيعي. يبقى الرمض الربيعي هو عبارة عن نوع من أنواع الحساسية المزمنة المفرطة التي تصيب بعض الأشخاص من سن كام؟ غالبا من سن 5 سنوات إلى سن 20 سنة. بتفضل مع المريض ده من 5 سنين إلى 20 سنة، تقعد معاه 15 سنة كاملة. كل ربيع يجي يجيله تتجدد الحساسية دي. كل ربيع بتزداد فترة الربيع وبتقل في الفترات بتاعت مع برودة الجو. وبتكون أكتر فين؟ مع عمل أبحاث ودراسات وإحصائيات بتكون أكتر في الذكور عن الإناث فعلا. المريض بيشتكي من ايه بتاع الرمض الربيعي؟ بيشتكي ان هو بيجي احمرار في العين، حكه في العين، وجود افرازات في العين. بس الافرازات دي بقى فاكرين احنا حضرتك ما قلنا الافرازات بتاعه الرمض الصديدي كان لونها ايه؟ اصفر. كان لونها اصفر. دي بقى الافرازات لونها ايه؟ ابيض أوكي. وزي المخاط. وبتكون عباره عن زي الخيوط كده من العين. مع وجود احمرار فين؟ في الملتحمة بتاعة العين. نذكر تاني الملتحمة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن غشاء رؤي بيبطن الجفن من الداخل وبيغطي بياض العين من الخارج. التهابات بقى الملتحمة المتكررة اللي بتحصل في الجفن بتسبب ان الالتهاب يروح ويجي يروح ويجي، والتهاب مزمن. الجفن بيتحول فيه لحاجة اسمها الملتحمة دي، بدل ما يبقوا سطح أملس تبقى عامله زي النتوءات او زي القطيفه كده زي النتوءات. فيجي المريض يجي يغمض ويفتح يحس ان في حاجه بتشوكه من جوه. يحس كأن في رمل جوه عينيه. احساس بوجود جسم غريب داخل العين. المريض يعمل ايه؟ يدعك في عينه. لما يدعك في عينه للاسف الشديد يطلع ماده اسمها الهستامين. ماده الهستامين تزود الاحمرار اكتر، تزود الحكة اكتر. طيب قلنا طبعا الملتحمة بتاعة العين العين بتغطي بياض العين، فلما بيحصل انها بتغطي بياض العين ويحصل لها التهاب متكرر، الملتحمة دي المفروض اخرها سمار العين. اخرها يعني. طيب خلينا نقف عند الجزئية دي، الملتحمة والتهابها وان ازاي المريض ممكن ان هو يدعك عينه فالحالة تسوء اكتر. خلينا نقف عند الحتة دي وهنرجع لها تاني بعد الفاصل. خليكم معنا، لسه منورنا في استوديو نغم دكتور صلاح الدين ماجد استشاري طب وجراحات العيون. بعد الفاصل نرجع ليكم في طب وبس على نغم اف ام. على نغم اف ام بتسمعوا دلوقتي طب وبس، ولسه معاكم وئام وجدي ومكملين حلقتنا النهارده. طبعا طب وبس تقدروا تسمعوه من الاثنين للخميس من الساعه 11 للساعه 12. تقدروا كمان تتواصلوا معانا عن طريق التليفون 38353116 والاس ام اس على 105.3. منورنا في استوديو نغم دكتور صلاح الدين ماجد استشاري طب وجراحات العيون، بنتكلم على حساسيه العين، احمرار العين، الاسباب والعلاجات. طبعا دكتور صلاح انت قلت لنا على اسباب كتير جدا جدا يعني تكون فعلا هي سبب الاحمرار، وكلها تشخيصات يعني قلت نفس الاعراض او تقريبا اعراض مشابهه جدا والتشخيصات بتبقى مختلفه جدا. فاهم حاجه ان احنا برضو ناكد على الناس ان ارجوك بالنسبه للعينين ما تهزرش، يعني ما تجتهدش، يعني لازم ترجع للطبيب المختص وما تكتفيش بفكره الصيدليه. برضو حضرتك اشرت لاهالينا اللي بيشتغلوا في الزراعه والمجال يعني الارض وكده
وممكن ان هم يتعوروا او العين تتجرح بطرف الزرع، ان ده مهم قوي برضو ان هو يرجع لطبيب، لان ده ممكن يأثر على جودة الرؤية ويعني مشاكل كتير جدا. خلينا برضو نتكلم على اهلينا اللي بيشتغلوا في المحاجر او اللي بيتعرضوا لدخان او تراب او الدقيق، حتى نقل اللي بيشيلوا الشكار دي والاسمنت والناس دي كلها، خطورة الحاجات دي كلها على العيون ايه دكتور؟ حضرتك بننصحهم ان هم غسيل العين بالماء البارد، تمام. ممكن يستخدم اطرات ملطفه للعين او اطرات قابضه لاوعيه دمويه للعين، مش اكتر من كده. بس تمام. طب هل محتاجين زياره للطبيب كل فتره بشكل دوري او منتظم؟ طبعا احنا عارفين ان التعرض لاشعه الشمس المزمنه ممكن نجيب مجموعه من الامراض في العيون. طبعا عشان نفسر الموضوع ده بصورة علمية أكتر، إن العلماء إما جم يحللوا أشعة الشمس لقوا إنها بتتكون من حاجة اسمها الطيف المرئي، الأشعة تحت الحمراء، الأشعة فوق البنفسجية. تمام. الأشعة فوق البنفسجية في منها نوعين، نوع اسمه A ونوع B، في نوع ضار ونوع نافع. الأشعة فوق البنفسجية ربنا خالق للعين حاجات بتقي العين من الأشعة فوق البنفسجية. تمام. الحاجات دي أول حاجة تمتص جزء كبير من الأشعة فوق البنفسجية عن طريق الملتحمة بتاعت العين، يمتص جزء كبير من الأشعة فوق البنفسجية عن طريق عدسة العين. علشان طيب الأشعة فوق البنفسجية ما تمتص بصورة كبيرة من في الملتحمة بتاعت العين، بيحصل لها إيه؟ بيحصل أول حاجة الإحمرار، إحمرار شديد للعين. تمام. تاني حاجة بيحصل حاجة اسمها إحنا بنسميها الزفرة. الزفرة بمعنى الزفرة دي حاجة مشهورة خالص في الناس بتعرض للشمس، بنلاقي نوع من أنواع الأورام الحميدة اللي هي جزء من الملتحمة أو بياض العين، جزء من الغشاء الرقيق اللي بيغطي بياض العين، بيدخل على القرنية اللي هي يعني يعني نوصفها للسادة المستمعين ان هي الجزء الاسمر اللي موجود الدائرة السمراء اللي في العين دي، دي اسمها القرنية. الاصل في الجزء الاسمر ده انها تكون شفافة ما عليهاش اي حاجة خالص، فهو بالتعرض الشديد للأشعة فوق البنفسجية وأشعة الشمس المزمن بالجزء من الملتحمة ده بيدخل على سمار العين فبيفقدها الشفافية بتاعتها. سمار العين معلش حضرتك قصدك على لون العين؟ لا القرنية دي اسمها القرنية، ولا السواد العين هو النني اللي في النص ده؟ لا النني الأسمر مدور ده اسمه القرنية. أوكي. هو أصلا المفروض يبقى شفاف، اللي بيديه اللون بتاعه حدقة العين أو بؤبؤ العين اللي وراها ده بيديه اللون بتاعه. لو هو بؤبؤ العين ده الجسم الهدب ده لونه أخضر فالعين تبقى خضراء، لونه بني فالعين تبقى بني، انما هو اصلا في الاصل هو شفاف عامل زي الازازه الشفافه، المفروض ما يكونش عليها اي حاجه خالص، تكون صافيه. فلما بتمتص الملتحمه جزء كبير من الاشعه فوق البنفسجيه بتنمو فوق سمار العين فبيحصل حاجه اسمها الزفره. طبعا دي بتعوق الرؤيه. تاني حاجة الأشعة فوق البنفسجية لما تمتص بالتعرض الكبير للأشعة فوق البنفسجية لفترات طويلة طبعا العين هتعتقد نفسها ان العين عدسة العين تمتص جزء كبير من الأشعة. فطبعا كلنا عارفين ان من اهم اسباب حدوث المية البيضاء اللي هي عتامة التي تحدث في العدسة البلورية التي هي في الأصل شفافة الأشعة فوق البنفسجية. الناس بتعرضوا للشمس كتير حتى لو لبسوا كاب او لبسوا نظارة او لبسوا برنيطة او اي حاجة في الدنيا. لا ما احنا هنتكلم بقى عن ازاي نقي نفسنا من الموضوع ده. ان احنا نعمل ايه؟ اول حاجة ان احنا نحاول نتجنب الفترة اللي فيها اشعة الشمس الضارة اللي هي من الساعة 10 للساعة 3 العصر. معلش يا دكتور يعني انا هقول لك برضه راي الناس العاديه هيقول لك طب ما انا لو هو مزارع او هو بيبني او هو حد بيشتغل عادي جدا ومضطر ان هو هيتواجد ده شغله يعني ما فيش حد هينزل في الشمس القويه قوي دي غير لما يكون هو مضطر فعلا يعني ده شغله ما مثلا ما هو الله يعينه الله يعينه الله يقويه بس احنا عايزين بقى نعرف هيعمل ايه بس لازم في حاجات وقائيه لازم نعملها. اول حاجه ابسط حاجه البس كاب. ايه المشكله؟ كاب او قبعه واسعه الحواف زي ما بيقولوا. يا سلام قبعه واسعه الحواف. قبعه واسعه الحواف ايوه. حاول تغسل لك اول باول بالماء البارد. تمام. حاول تلبس نظاره شمس يكون فيها المواصفات دي.
المواصفات ايه بقى؟ المواصفات نظاره الشمس الكويسه. اول حاجه يكون الاطار بتاعها كبير، تكونش نظاره صغيره عشان تغطي العين والمنطقه اللي حوالين العين. اوكي، طب ليه تغطي المنطقه اللي حوالين العين؟ علميا اشعه الضاره بتاعه الشمس، الاشعه فوق البنفسجيه، تسبب مرض خطير جدا. مش عشان نخاف الناس على الصبح، لا، نقول سرطان الجلد. سرطان الجلد من اهم الاسباب الشمس، الاشعه، التعرض المزمن للاشعه فوق البنفسجيه في المنطقه اللي حوالين العين. طب احنا عشان نقي نفسنا نعمل ايه؟ قلنا نلبس الكاب او القبعه واسعه الحواف او النضاره الشمس اللي فيها المواصفات اللي احنا قلنا عليها. اول حاجه نضاره كبيره، نضاره واسعه ما تكونش صغيره، بتغطي العين والمنطقه اللي حوالين العين. تاني حاجه عدسه النضاره ذات نفسها يكون فيها المواصفات اللي انا هقولها دي. اول حاجه العدسه يكون فيها واقي من الاشعه فوق البنفسجيه. فلازم تكون طيب انا ازاي اعرف ان هي فيها واقي بالاشعه فوق البنفسجيه ولا لا؟ ديت الانسان العادي مش هيعرف، بس طبيب العيون هيعرف، لان معظم الاطباء بتوع العيون او معظم المستشفيات فيها اجهزه لقياس نفاذ الاشعه فوق البنفسجيه من خلال الايه؟ العدسه دي. تالت حاجه تكون النضاره، عدسه النضاره حاجه اسمها بولارايزد. بمعنى العدسه البولارايزد ديت ممكن الانسان العادي يعرفها. حته كده نقولها للناس يعرفها ازاي؟ هيمسك النضاره يمسكها في ايده ما يلبسهاش، ويجي مثلا على شاشه تلفزيون او شاشه كمبيوتر ال سي دي، بيقوم ماسك النضاره وعوجها بزاويه 60 درجه قدام شاشه الكمبيوتر او شاشه التلفزيون. تمام. لو اللون النضاره كانت هي مثلا لونها بني، اللون بتاعها بعد ما احنا عوجناها او حركناها بزاويه 60 درجه اصبح لونها اغمق، يبقى معنى ان النضاره ديت العدسات بتاعتها اصليه او بولارايزد وتقي فعلا. طب لو ما غيرتش لونها؟ ما غيرش لونها، دي عدسه عاديه تضر اكتر ما تنفع. نضاره الشمس اللي ما فيهاش المواصفات دي تضر اكتر ما تنفع. ازاي؟ طب تيجي نقف الاول على الفاصل وبعدين نرجع نقول ازاي. نرجع، خليكم تابعينا عشان احنا لسه هنقول يا جماعه اضرار النضاره الشمس اللي مش اصلي، عشان الناس كتير جدا طبعا بتستسهل وتجيبها، وهي اكيد ارخص كتير لكن ليها كمان مشاكل. فخليكم معانا ومتابعينا. دكتور صلاح الدين ماجد استشاري طب وجراحه العيون منورنا في استوديو نغم. بعد الفاصل هنرجع لكم تاني. طب وبس على نغم اف ام ومكمل حلقتنا طبعا. واخر حاجه دكتور كنا بنتكلم فيها نضاره الشمس واخطار النضاره اللي مش اصليه، ايه اخطارها؟ مش معنى ان نضاره الشمس تكون غاليه تبقى اصليه اصلا. كمان مش معنى نضاره الشمس تبقى غاليه تبقى اصليه. دي معلومه جديده. تمام. لازم نكون عارفين المعلومه دي كويس قوي. دي معلومه ما نعرفهاش. احنا فاكرين ان كل حاجه غاليه هي اصلي. لا. النضارة الشمس اللي هي المواصفات الضارة بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ اول حاجة بتظلل على العين، هي لون غامق فهتظلل على العين. كويس. طب مش ده كويس؟ لا مش كويس. ليه؟ لان ان هي العدسة ما فيهاش واقي من الاشعة فوق البنفسجية، فبيحصل ايه؟ ان هي ما تظلل على العين، حدقة العين بتتسح. اوكي. فبالتالي هتسمح بنفاذ كمية اكبر من الاشعة الضارة داخل العين. فهتعمل مشاكل اكبر. انما العدسه الاصليه او العدسه اللي فيها المواصفات اللي احنا قلناها فيها واقي من الاشعه البنفسجيه بتحجب الاشعه الضاره. تمام. طيب دلوقتي بالنسبه ل يعني برضو نرجع تاني لاحمرار العين، حضرتك تدينا نصايح نعمل ايه؟ يعني الموضوع ده برضو مهما كان منتشر، احنا في الصيف والعرق اوريدي بينزل وناس كتير طبعا العين بتتاثر جدا يعني، فحضرتك تنصحنا بايه خصوصا في فترات الحر، وكمان خصوصا الشباب او كل الناس اللي ماسكه الموبايلات وقت كبير جدا واللابتوب والتابلت والكلام ده كله. يعني خلينا كده نقول شويه نصايح للناس. حصل الاحمرار في عين حضرتك، اغسل عينك بميه فتره، ميه حنفيه عاديه. ميه حنفيه عاديه، ممكن تستخدم قطره للجفاف. لا هتضر، مش هتودي علامات للمرض. الموضوع راح تمام، ما راحش توجه مباشره لاقرب طبيب او اي مستشفى رمض. يعني تتغسل بميه عاديه جدا وقطره تكون لجفاف العين. لجفاف العين. لا ما تاخدش بقى قطره فيها كورتيزون،
معلش ولا مضاد حيوي من دماغك. معلش تمام. ارجوك ارجوك عشان انت حضرتك لو خدت اطرافها كورتيزون اما هتجيلي او تروح لاي طبيب رمض هتودي اصلا العلامات بتاع المرض ممكن يعالجك غلط بسبب القطره انت خدتها. تاني حاجه برضو قلنا اخواننا المزارعين في الارض حصل ان هو نبات دخل في العين ده حضرتك لازم تستشير طبيب ما فيهاش هزار. تمام. تالت حاجه وده حاجه مهمه جدا لازم الاطفال اللي عندهم رمض ربيعي رساله مهمه جدا. اهم سبب الرمض الربيعي يا جماعه ممكن يقلل الابصار. ممكن يكون سبب الابصار فقد الابصار. الرمض الربيعي مشكلته في ايه؟ ان هو حاجه مزمنه بتقعد ممكن 15 سنه بتبدا عند سن 5 سنين وتنتهي عند سن 20 سنه. في الفتره ديت المريض بيمشي على القطرات. القطرات اللي هي فعاله جدا هي القطرات اللي تحتوي على ايه؟ كورتيزون. على الكورتيزون. الكورتيزون مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو بيعمل مشكلتين كبار جدا. اول حاجه ممكن يعمل ميه بيضه لا قدر الله، ممكن يعمل ميه زرقاء. باش مش استخدامه اسبوع ولا اسبوعين هيعمل ميه البيضه والميه الزرقاء، لا ده استخدامه فتره طويله. معظم المستمعين يسمعونا دلوقتي طب لا انا مش مدي علاج، انا هجيب لابني ميه بيضه وميه زرقاء ليه؟ لا انا مش واخد علاج. لا حضرتك كده اسوأ. لا انت حضرتك لو العين دي فضل 15 سنه من سن 5 سنين لغايه ما يوصل 20 سنه عنده المرض ده وانت حضرتك سيبته وهو عمال يدعك في عينه، الدعك في العين ده بيعمل بيضعف النظر. تخيل انت لو حته حديده مش العين اللي هي النسيج الحيوي، حته حديده وقعدت تدعك فيها 15 سنه يحصل فيها ايه؟ هتتبري اصلا. هتترق او هتتبري. ده نفس الحكايه اللي بتحصل في العين. الرمض الربيعي، الرمض الربيعي اول سبب في حدوث ما يسمى بالقرنيه المخروطيه. القرنيه المخروطيه يعني العين بدات تتاثر بالنظر. النظر بتاعها بدا يتاثر. طب اعرفها ازاي؟ كان زمان من 10 سنين مثلا ما كناش نسمع ان في طفل عنده قرنيه مخروطيه. دلوقتي التقدم الهائل في الفحوصات وكده فحص العيون بقى في جهاز موجود في معظم مستشفيات الرمض، مستشفيات الحكوميه، مستشفيات الخاصه موجود فيها جهاز بيكشف على القرنيه بتاعه العين عشان يحدد هل المريض ده اللي كان عنده الرمض الربيعي فتره طويله ده لا قدر الله عنده قرنيه مخروطيه ولا لا، اللي هي سبب من اسباب ضعف الابصار. اذا لا قدر الله اتشخص فتشخص بدري، يتعالج بدري، فبنحمي ابننا. الحمد لله يعني نلحقه. يعني يا ريت نركز طبعا في التفاصيل دي، مفيش اغلى من العيون ومفيش اغلى من الولاد، ربنا يحمي الجميع يا رب. احنا حلقتنا خلصت، انا بشكر حضرتك جدا، نورتني دكتور صلاح الدين ماجد استشاري طب وجراحات العيون، نورتنا النهارده في استوديو نغم. شكرا يا فندم. ان شاء الله تنورنا تاني وتفيدنا بعلمك تاني. بشكر كل الناس اللي كانت متابعانا النهارده، ودايما خليكم معانا على نغم اف ام، وخليكم دايما معانا في طب وبس كل يوم من الاثنين للخميس من الساعه 11 للساعه 12. كنت معاكم النهارده وئام وجدي، اشوفكم دايما على خير. سلام. طب وبس مع وئام وجدي من الاثنين للخميس من 11 ل 12 الظهر على نغم اف ام.